السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تصحيح. اليوم راح نتحدث عن قضية الدينار والدولار. هاي المشكلة دائما في كل البلدان العربية وحتى الغير عربية موجودة، قضية الدولار وسعر الصرف وكيفية التعامل ما بين العملة، عملة الدولة والدولار. ولكن احنا عشنا خلال الفترات السابقة القريبة كثير من المشاكل أصبحت عائق على المواطن العراقي بقضية الدولار وارتفاع الدولار، وهناك بعض الخطط وضعتها وزارة المالية أو الحكومة بشكل عام لكي تساعد المواطن بهذا الأمر، ولكن المشكلة الأكبر تحتاج إلى تخطيط وخطوات مستقبلية وسنوات للعمل. ولكن الحمد لله هناك خطوة اليوم نتحدث عنها، وهي قضية الدفع الإلكتروني والبطاقات الإلكترونية اللي موجودة اليوم إن شاء الله راح نحكي بها، وهي تسهل كثير من عملية صرف الدولار والالتزام بالدينار، مساعدة المواطن، عدم وجود سرقة لأموال البلد واستخدامها من قبل ضعاف النفوس بقضية تهريب العملة أو سرقة العملة بشكل عام، تبييض الأموال وهذه المشاكل. ودائما برنامج تصحيح نقول ما نقدر نحكي إذا مو أصحاب الاختصاص ويانا. إذا رحبوا معي بالمهندس ميثاق طالب، مدير هيئة الإعلام والاتصالات في كربلاء. أهلا وسهلا بك أستاذ، شرفتنا. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد وبمشاهديكم الكرام وبقناتكم وكادركم المميز. أهلا وسهلا بكم، شرفتنا. وأيضا معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور ناصر الكناني، خبير اقتصادي، إن شاء الله يكون ويانا ونرحب به ونستفيد بخبرته الاقتصاديه. بدايه ارحب بالاستاذ المهندس ميثاق طالب مره اخرى. بصراحه دور هيئه الاعلام والاتصالات دور كبير ومهم في نشر كل ما يهم المجتمع العراقي والمواطن العراقي. نتحدث اليوم عن هذه الخطوه المهمه، وهي قضيه التعامل بالدينار العراقي وقضيه اجهزه الصرف الالكترونيه او التعامل بالعمله الإلكترونية وخاصة بالدينار العراقي. بداية نحن كإعلام وحضرتكم مشرفين ومتابعين للوسط العراقي، كيف نثقف لهذه الخطوة، خاصة أن المواطن العراقي يعني ليس لديه ثقافة بهذا التعامل ولديه خوف أنه معقولة أني ما أشيل فلوس بجيبي، يعني معقولة راح أصير بكارت، يعني هذا الكارت راح ينباق، راح يتهكر، يعني قرصنة إلكترونية ممكن تنسرق أموالي. فما هو دورنا أو كيف نثقف لهذه الخطوة وكيف نطمئن الشارع العراقي؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مثل ما تطرقت جنابك الكريم إلى دور هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق في هذا الموضوع. باعتبار هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة الناظمة والحصرية لقطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق وحدودها الإدارية، يقع على عاتقها مسؤولية مهمة، مسؤولية بتوجيه الإعلام الناضج والإعلام المحلي بكل مسمياته لهذا الدور المهم بالانتقال الرقمية والأتمتة حول موضوع الاستثمار المالي والمعاملات المالية الرقمية أسوة ببلدان العالم المتقدم. الجانب الآخر هو الجانب الفني وتأهيل البنية التحتية اللي تخص قطاعنا، قطاع الهيئة اللي هو الطيف الترددي والبرامج المختصة في هذا المجال. فبالتالي هل هو مهم هذا الموضوع؟ احنا نسأل سؤال، هل هو مهم؟ بالتأكيد مهم، ومهم جدا لما فيه من تماس حقيقي مع شخصية المواطن العراقي والعائلة العراقية والمؤسسة الحكومية العراقية والنظام المصرفي أو البنكي في كل البلدان المتقدمة. أثبت أنه التعامل الرقمي في هذا المجال هو المجال المهم. لولا تطور البلدان في هذا المجال لكانت كثير من الأمور عندهم والمعوقات ما زالت، لذلك تحولوا من النظام الكلاسيكي إلى النظام الرقمي المالي. هذا جانب. الجانب الآخر، احنا اليوم ما هي العوامل المساعدة حتى ممكن ننجح به او ما ننجح؟ هذا السؤال الأهم، انه كثير من الناس، عفوا يعني المقاطعة، يقولون انه احنا بعدنا عندنا مشاكل وروتين بالدوائر وبالأوراق وبهكذا امور، هل ممكن ان ننفذ هذه الخطوة؟ هل تحتاج الى وقت؟ هل تحتاج الى أجهزة؟ هل تحتاج اصلا الى تثقيف
للمواطنين كيفية استخدامها؟ أستاذ أحمد كلامك دقيق ومنطقي جدا. اليوم احنا شلون ننجح بهذا المجال او في هذا المشروع الملزم للبلدان التي تحتاج ان تصطف مع بلدان العالم المتقدم؟ يحتاج له اولا إرادة دولة حقيقية، واليوم احنا إرادة الدولة موجودة وعملت منذ اليوم الأول. أول إعمام استلمناه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الوزراء السوداني المحترم، يعمم على مؤسسات الدولة، لأن المحور الأول كان أن تكون مؤسسات الدولة تعمل بهذا النظام وبنظام البي او اس أو البوينت اوف سيل اللي هو معمول به بالعالم، وموضوع البطاقة الإلكترونية والحسابات الإلكترونية. ومن تاريخ شهر الواحد 16/3/1 تقريبا اول اعمام وصلنا لجميع الوزارات والهيئات المرتبطه بوزاره. ايضا بعدها توالت الاعمامات وطريقه السياق الجدي والواضح وخطه العمل للتحول بهذا المجال. اذا الاراده الحكوميه موجوده، تبقى العامل الاساسي الاخر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه لعمليه التحويل من النظام البنكي الكلاسيكي الى الانظمه البنكيه الرقميه او الاتمته او الحوكمه في هذا المجال. ايضا متوفره في العراق اليوم، اذا اردنا ناخذ، وحضرتك اعلامي واكيد مؤسستكم راصده لكثير من الاحصائيات، اليوم احنا في العراق نمتلك اكثر من 50 مليون جهاز لوحي. صحيح. اي بمعنى اليوم الطفل وكبير السن وكثير من المجتمع هو اليوم يتعامل بالجهاز اللوحي، الثقافه الالكترونيه او العالم الرقمي. صحيح. ثلاثه، المؤسسات الاعلاميه اليوم نشوف كثير من المؤسسات الاعلاميه انتقلت من الاعلام الكلاسيكي الى الاعلام الرقمي. اذا الثوره الرقميه ما هي دخلت الى جمهوريه حتى العراق، حتى الصحافه كانت الورقيه اصبحت الالكترونيه بشكل مباشر. نعم. وبدت تصير ثقافه طبيعية في المنزل العراقي والمواطن العراقي على وجه الخصوص. إذن تقصد عفوا حضرتك أنه هي ليست بالصدمة، يعني إحنا مو بالسبعينات هسه ومباشرة راح ندخل لهذا الموضوع، ولكن أكو استخدامات بمواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت، صارت أكو الثقافة الرقمية. ولكن في هذا الموضوع نحتاج أن ندخل فيز آخر من التمكين جيد للمواطن العراقي، ومو صعب بعد ما عندنا القاعدة والديتابيز الجيدة في مجتمعنا العراقي. جميل. وفي التعليم العراقي وفي المؤسسات العراقية. إذا الفيز الآخر من أن نكون في أمان، ونحكي إن شاء الله في هذه الحلقة على موضوع السيكوريتي، فهو أيضا سهل للتحويل. فبالتالي أخيرا وجود البنية التحتية. بالنسبة للبنية التحتية هو البي او اس يحتاج إلى جزئين. أكو بي او اس كلاسيكي تقليدي اللي هو ممكن أي مؤسسة أو شركة أو محل تجاري يكون عنده بي او اس اللي هي بوينت اوف سيل، هذا الجهاز. بس حتى السادة المشاهدين يعني اللي ما يعرفه، هو الجهاز اللي تتم به عملية وضع الكارد، واستحصال المبالغ الأموال اللي هو مشتريها حسب العمل المالي. طبعا بميزات كثيرة هسه نتطرق، بس احنا دا نحكي بداية على الجانب الفني. هذا الجهاز البي او اس اللي ممكن يكون نوعيتين. نوعية اللي هو التقليدي اللي هو ممكن خلينا نقول شركة بها مجموعة من منافذ البيع لأي منتوج معين عندها. جميل. وهذه عندها انترنت، شبكة انترنت داخلية ما مرتبطة بالشبكة العنكبوتية الدولية. وبالتالي عندها نظام كامل ممكن أي زبون يتعامل معها، يجي عند السكراج كارد تبعها. جميل. ويقدر يقطع مبالغ، والمؤسسة أو الشركة مرتبط السيرفر مالتها بالشبكة العنكبوتية. جميل. الآخر وهو تقريبا الأعم اللي هو الجهاز البي او اس اللي هو خلينا نقول المركزي، مرتبط بالدولة مباشرة، اللي مرتبط مو بالدولة، مرتبط بالشبكة العنكبوتية واللي يعتمد على الانترنت الكامل في العالم. يعني هو سواء مرتبط في النظام البنكي للدولة. جميل. وفي النظام البنكي الدولي. جميل. وايضا البنى التحتية موجودة اليوم. اليوم احنا خدمات الانترنت، اذا تلاحظ اليوم مواطننا بدا ممكن ان يستغني عن خلينا نقول عن انقطاع الماء او الكهرباء ساعه او ساعتين، ولكن لا يستطيع ان
يتحمل انقطاعه عن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكثير من الابلكيشنات اللي جميل. تحرك المجتمع جميل. بالتالي اذا تلاحظ عندنا استقراريه جيده في جمهوريه العراق نعم. سواء من خدمه الفورجي وسرعها حاليا سرعنا ممتازه وتضاهي دول جيده جدا نعم. وايضا بالنسبه للانترنت عبر وزاره الاتصالات الكيبل الضوئي وشركات مجهز الانترنت اللي هي مسؤوله عنها وزاره الاتصالات جميل. ايضا متوفره ومتاحه وباكثر من بديل طيب. ايضا منظومات الفيسات وارتباطها بالاقمار الصناعيه اذا مصادر الانترنت وهي البنيه والجهاز. التحتيه الاهم نعم. متوفر العقليه المورد البشري اللي يتعامل مع هذه الاجهزه وهذه التكنولوجيا نعم. موجوده اليوم احنا لاحظنا بعد جائحة كورونا صحيح. مدرسنا بكل بداية تعثر قليلا من الوقت ولكن لا. تحول الى التعليم الالكتروني لا. بسرعة اذا المورد البشري في العراق اللي راح يتعامل سواء مؤسسة او زبون هو قادر ايضا على تعلم هذه التقنية أحسن. واذا تلاحظ من نسافر وكنا مسافرين احنا كمواطنين دا نتعامل بموضوع البي او اس سواء في دبي في لبنان في مصر في صحيح. ايران تشوف انه احنا نفسنا كمواطن عربي وخاصه بعد عدد الدراسات العليا في الدول أحسنت. المجاوره وكنا اعتمدنا على موضوع البطاقه احسنتم طيب بس سيد مخرج حضرنا فاصل سؤال انه الان من واجبنا الاعلامي وحضرتكم كيف نثقف كيف نطور كيف نطمئن المواطنين من خلال الإعلام من خلال الصحف من خلال ممكن دورات ممكن مؤسسات التنمية البشرية ممكن تطمئن هذا التخوف اللي موجود حقيقة بالشارع يعني أنا خلال إعدادي للحلقة بعض التساؤلات المواطنين مثل ما قلت أنه يقول لك معقولة يعني أنا فلوسي زين ايش قد أخلي بالكارت زين أنا شلون راح أسحب زين شنو يعني أنا هسه مثلا منتسب لجهة معينة الراتب مالتي ممكن يصير بهذا الكارت ممكن ما يصير أخذ الإجابة إن شاء الله بعد الفاصل أحبة المشاهدين فاصل ونرجع وياكم يا صاحب القبة البيضاء في النجف يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والسلف زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي إذا وصلت فأحرم قبل تدخله ملبياً وسع ساعياً حوله وطفئ حتى إذا طفت سبعاً حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقف وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف إني أتيتك يا مولاي من بلدي إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال عقد الطرف راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخف لأن شأنك شأن غير منتقص وإن نورك نور غير منكسف وإنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحف بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
وهذا منتهى شرفي. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، وحلقتنا اليوم عن التعامل بالدينار والسيطرة على الدولار. قبل الفاصل كنا نتحدث أنه كيفية التعامل بالدينار من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني أو بطاقات الدفع الإلكترونية. إن شاء الله خطوة جديدة، ولكن تحتاج إلى انتباه وتركيز وتثقيف وتعامل بسيط وبهدوء مع هذه الخطوة الكبيرة لترفع من شأن المواطن العراقي والمجتمع العراقي، وأيضا تقلل من قضية سرقة الأموال والتلاعب بالدولار. ينضم إلينا دكتور ناصر الكنان الخبير الاقتصادي عبر الاتصال الهاتفي. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. مرحبتين، أهلا وسهلا، شكرا لكم على اتصالكم حقيقة وانضمامي لكم. أهلا وسهلا بك دكتور. بصراحة اليوم يمكن الثقل الأكبر على حضرتك حتى توصل الصورة للسادة المشاهدين والمجتمع العراقي عن أهمية هذه الخطوة أو سلبيات وإيجابيات هذا المشروع. تفضل دكتور. شكرا جزيلا مرة أخرى، وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. فيما يخص موضوع الدفع الإلكتروني، هو ليس بجديد، بل منذ عشرات السنوات بالعالم. نعم. بأكمله ظهر، وبعدين ظهر بالدول الإقليمية بأكملها إلا العراق. نعم. كان متخلف بسبب طبعا الحرب العراقية الإيرانية وتبعتها 91، حرب الكويت. نعم. دخولنا الكويت وتبعتها الحصار، فهذه كل العوامل أدت إلى تأخير البلد. وبعدين عندنا بعد 2003 ظهرت عندنا طبعا بعد ما استبدلنا الدينار الطبعي والدينار الجديد، ظهرت عندنا طبقات حديثة الأموال، مثل ما نقول حديثة الدعمة. نعم. فذكر الأخوان موجودين جدا طبعا ما كانوا يعرفون التعامل بالمصرف نهائيا، متعودين على البنك، يتعامل بالنقد. شو هو عنده بدأ يجمعهم الأموال طبعا بطريقة مشروعة أو غير مشروعة أو بأي طريقة أخرى. فبدأ طبعا هو قاعد بمنطقة قد يكون شعبية، قد يكون منطقة، يعني هاي المناطق اللي هي تقريبا خلينا نقول شرق القناة بالنسبة للرصافة، وأيضا بكرخ مكانات أخرى هم نفس العملية. الأخوان دول كلهم حديثين نعمة وحديثين مال، لا يعرف نهائيا موضوع المصارف ولا يوثق خما يوثق بالمصرف اللي هو فلوسه بالمصرف. فشوف خلي فلوسه بالبيت. طبعا هذا الاموال اللي محجوزه بالبيوت هي لا تقل اهميه عن تهريب العمله. يعني انت تخيل، يعني اذا احنا عندنا عمله مطبوعه، العفو، عمله اللي نتعامل بها بمبالغ كبيره جدا، اللي هي خلينا نقول الكتله النقديه اللي مطبوعه من قبل البنك المركزي 135 او 185 تريليون دينار عراقي، اليوم 50-60% منها هي خارج المصرف بالبيوت. لهذا البنك المركزي راح ذهب، وين ذهب؟ الى موضوع يعني مبيعات البنك المركزي اللي وصلت الى 200-250 مرات 300 مليار دولار، عفوا مليون دولار يوميا، بسبب هاي الكتله الكبيره اللي خارج المصرف بجيوب او ببيوت الناس اللي هم لا يفقهون شيء بالتعامل بالمصارف. سوت لنا مشكله كبيره حقيقه هذه الشغله. جي. اليوم احنا اذا اردنا نعالجها حقيقه، هي المعالجه لا تتم بين يوم وليله. اولا لازم نوعي، بالاضافه الى الوعي اللي شعرنا، يجب بهذه اللحظه او بهذه الايام او الايام القادمه العمل على تغيير العمله ورفع صفر منها، حتى العمله العراقيه يصير لها يعني مثل ما يقول لها مقام كبير جدا، مثل ما كان الدينار العراقي يوازي تقريبا 3 دولارات و300. بس اذا حذفنا صفر خليه يصير عندنا بالضبط اقل من هذا الرقم من الالاف، يعني مكان ما نحكي بالالاف نحكي بالدنانير. جيد. طيب هل هناك طريقه اذا احنا فعلا بدلنا العمله؟ اكيد راح نعلن لمده شهر او لمده شهرين تسليم العمله القديمه
مصارف حتى بعدين نبدلهم وياهم. في حال تسليم كل الأموال اللي موجودة راح تطق سقف وراء راح تسقط كل العملة، فمجبور كل مواطن اللي عنده أموال راح يجيبها يذهب للمصارف. طبعا المصارف احنا نحكي المصارف الحكوميه وليس المصارف الاهليه. جميل. هو ابدا ما عندهم ثقه بالمصارف الاهليه. ماكو مواطن اليوم تقول له خلي اودع اموالك بالمصرف الاهلي هو يثق ويودع امواله بالمصرف الاهلي. جيد. لاسباب كثيره منها حاليا المصارف الاهليه هي عباره عن صيرفات ودكاكين لا اكثر. صح. ما ساهمت باقتصاد البلد. ما اليوم الايام انتشرت قروض انطت لمشاريع. جيد. دخلت حاليا المصارف الإسلامية حقيقة اللي هي يفترض أن تكون رافدة. طيب دكتور عفوا، أكو ناس تتخوف من هذه الخطوات، يعني يقول لك أنا أخاف أنطي فلوسي كلهن، أنا أريد أخلي فلوسي بعده ورقية وبجيبي مثل ما حضرتك توصفها في إحدى لقاءاتك، تقول بعده بالخزنة جوا القاع جوا الفراش. أنا هذا الموضوع شلون أقدر أثقف المواطن وأقول له هذا الأفضل؟ لا هو انت ما راح تقدر تسيطر على المواطن وتثقفه وتقول له هذا الافضل. اول عمليه تقوم بها هو تبديل العمله باستبدال العمله. من تريد تسلم عمله جديده تعطي 10% من النقد والباقي انت تحتفظ به. طبعا ال 10% على اللي يزيد تثقفه مثلا في 10 مليون دينار، يعني مو جاي جايب له مليار واعطي ال 10% يعني معناته راح اعطي رقم حديد 100 مليون. جيد. لا مو هذا الرقم. لازم اعطي 10% على اللي يزيد 10 مليون دينار عراقي والباقي تنخزن بالبنك وداخل وقت يفتح الحسابات. الحسابات اللي تفتح يا اما توفير يا اما جاري يا اما طبعا هاي من يعرف هو ما هي فائده التوفير من يخليه بالمصرف تجي عليها فوائد انه راح يحس اكو هاي الاموال امينه وعليها فوائد تجي بنفس الوقت وفوائد مشروعه. طيب دكتور الطرق اللي احنا بنشتغل بالاضافه للتضخيم الاعلامي اللي يكون تطلع ندوات من قبل اصحاب المصارف الناس الاقتصاديين اللي موجودين. نعم. والمصرفيين مثل خلينا نحكي عن شخصيات انا اعرفها حقيقه مثل محمود داغر الى وزن نهائي كبير جدا بالشارع لان هو تقريبا 40 سنه خدمته في بنك المصرف. عفوا دكتور يعني لضيق الوقت وحتى تصل الصوره للمشاهدين، هل هناك حد ادنى او اعلى لتعبئه هذه البطاقات؟ يعني حسب ما سمعنا انه لابد ان تكون لديك 5 مليون ايداع بهذا البطاقه او مبلغ مادي او 10 مليون، كيف التعامل يعني كيفيه التعامل بها؟ هذا مو صحيح، كل الحكي هذا مو صحيح. انا يعني بصراحه اولا انت بتفتح حساب بالمصرف وتضع المبلغ، يعني هسه انا اذا فتح حساب جاري بالمصرف يعني 100,000 دينار اذا كان عندي دينار عراقي بالدولار يمكن 100 دولار يفتحوا لي واسحبها بنفس اللحظه اقدر. جميل. اودعها منها واسحبها منها اذا انا صار عندي حساب بالمصرف. فنجي مع الاخرى يعني تخيل هسه الموظفين اللي موجودين اغلبهم بدون ما فاتح حساب يعني ما عنده اي رصيد. نعم. ينتظر الراتب ينزل بحسابه ثاني يوم يسحبه باكمله ما يحتاج ولا سنت واحد. فما يعني هذا الحكي للبنك اللي بده يحكيه يفترق، هذا مو رجل يعني مصرفي اللي يحكي هذا الحكي. نعم هو احنا مبلغ ثان. نعم برنامجنا تصحيح هو ده نريد نصحح هذه الفكره. وموجود ويانا بالاستوديو المهندس ميثاق طالب مدير هيئه الاعلام والاتصال في كربلاء ايضا وضح لي هذه النقاط. طيب الدكتور احنا ناخذ الفكره العامه والايجابيه العامه من خلال ما حضرتك وضحته، ولكن هل هناك سلبيات؟ يعني مثلا هناك راح ستكون مشاكل بقضيه اجهزه الدفع الالكتروني، هل ممكن تكون مشكله بالتعامل ما بين المواطن والمصرف او ما بين البائع اذا كانت هذه الاجهزه عند بائع يعني بسطاء ممكن اسواق ممكن محال كهربائيه، هذه الامور هل ستسبب مشكله في المجتمع العراقي؟ كل مشكله ما بيها الا تم التعميم بصوره عامه على كل المحلات التجاريه اللي نخش بها للسوبر ماركت بالاضافه لابو الخضره بالاضافه لابو التاكسي كل ما موجود يعني بحيث انا ما اخذ واحد شايل عمله بجيبه. يعني انا قبل في يوم من الايام والله في زمن النظام السابق عندي احد الاصدقاء الله يرحمه قال راح يجينا يوم ناخذ جونيه حتى جونيه فلوس حتى نشتري بها رقيه. صحيح. وفعلا اللي حصل هذا تذكروه او تذكروه. فاحنا ليه وصلنا لهذا الحد؟ نعم. يعني من قمنا نزل اطبع وصارت ال 100,000 دينار عفوا 100 دينار صارت مليون. نعم. وذاك صار معروف يعني هاي الارقام الكبيره جدا اللي احكي عليها من المخزي جدا والمعيب العمله. صحيح. العراقيه تكون بهذه الطريقه. العمله العراقيه طول عمر الدينار العراقي كان له راس كبير، يعني تخيل انا اروح للكويت انطي دينار عراقي يعطوني دينار ودرهم كويتي.
اروح للعماني يعطوني دينار و150. نعم. دينار ماني هلقد قوي بدل اذا صرفه بالدولار يعطوني 3 دولارات و33 سنت. جميل. يعني تخيل هذا دينار عراقي. طيب. ما تروح دينار عراقي اسم يعني إليه. هذا سؤالي بصراحه كان انه هل ستفيد او تنفع هذه الخطوه تعاملنا الخارجي مع باقي الدول؟ طبعا اكيد اكيد. انت بالنسبه لي انت تعرف حاليا اي مسافر يجي من خارج العراق شو بجيبه؟ ما يجي شايل بجيبه دولار او اي عمله من عملته. يجي شايل بجيبه الفيزا اللي هو يقدر يسحب بها من اي صراف آلي موجود بالشارع. بس لو كانت بدون الصراف الآلي اكو كل محلات انت اكو مثلا هاي الماكينه مال سحب المال او العفو مال التسوق. نعم. ما يحتاج هو يروح يسحب نقيت. طبعا بالمناسبه انت تقول انا مثلا عندي حساب في امريكا. نعم. وقت اللي جيت ما اقدر اسحب اكثر من 200 دولار كل سحبه، يعني اكثر باليوم يطلب بس 200 دولار. نعم. من بعض المصارف مو كل المصارف، مثلا كان مثلا الابيض عفوا مصرف بغداد او مصارف كم مصرف. نعم. يعني اكثر من 200 دولار ما اقدر اسحب. بالوقت اللي كل شيء التعامل هو بالدينار العراقي، يعني بالدولار قصدي. نعم. يعني صحيح دولار تصرفه وتاخذ دينار عراقي وتشتغل به يعني. نعم. وايضا كانت في ذاك التاريخ يعني بصراحه ماذا احكي بعيد يعني. نعم. يعني من سنوات ما كان الدينار العراقي يعني لهذا المستوى، كان مثلا الفرق نمرتين او ثلاث نمر او خمس نمر. تخيل هسه. نعم. تعرف قديش كم نمر من 30 ل 50 يعني معناته بحدود 20 نقطه. صحيح. 20 نقطه رقم كبير جدا جدا يعني. طيب. انت تعرف بنش عن مبيعات البنك المركزي اللي 200 مليون، تخيل 200 مليون عليها اكثر من 20% دا تطلع. صحيح. يعني رقم مو رقم سهل. طيب. يوميا دا يطلع. عفوا استاذ ميثاق بس عند نعم عفوا استاذ ميثاق عنده مداخله او اضافه تفضل. مساء الخير دكتور ناصر و أحسن. أضم صوتي إلى حضرتك. وأيضا من الإيجابيات الموجودة في نظام الدفع الإلكتروني هو أيضا عدم احتكار سعر المنتوج للشركات، باعتبار أنه هذه الأمور راح تكون ضمن أنظمة حاسوبية وكلاودينج، فبالتالي راح يقدر المواطن من يشتري فد بضاعة معينة راح تكون تسعيرتها ثابتة، ما ممكن أن تكون التجار راح يقدر يلعب بالسوق. نعم. أو يغير من بالتالي، لأن هذا نظام إلكتروني. أيضا إذا تلاحظ حضرتك وأنت تطرقت لحضرتك إلى موضوع مهم، موضوع العملة والعملة الخارجية، كل الدول اللي يصير بها عملية تغيير سعر صرف الدولار بين السعر المحلي للدولة أو الرسمي والسعر التجاري، هو انحل بموضوع الأتمتة وموضوع الحسابات الإلكترونية، كون أنه هسه احنا مثلا عندنا فد تجربة أو فد تعميم مهم من سيادة رئيس الوزراء المحترم في موضوع المجمعات السكنية في جمهورية العراق. صحيح. باعتبار أغلب المجمعات السكنية تتم بيع الوحدات السكنية وأقساط للمواطنين عن طريق الدولار. استحصالها بالدولار العراقي. صحيح. بالدولار الأمريكي. لا. بالتالي بعد ما صارت عملية سعر صرف الدولار بالبنك المركزي العراقي إلى 132. لا. فبالتالي أوعزت إلى الشركات باستلام سعر البنك المركزي. فبالتالي لو أنه هذه الأمور مفعلة بشكل جيد راح يقدر السيطرة على سعر صرف الدولار بشكل متزن جدا، حال حال الدول اللي دنزورها يعني مسيطرين على سعر الدولار في موضوع الأتمتة وكثير من الأمور الإيجابية الأخرى. فبالتالي أضم صوتي إلى حضرتك. إذن يعني أستاذ ميثاق ودكتور ناصر، هي الخطوة ليست بجديدة ولكن إحنا المتأخرين، ليست بخطرة ولكن نحتاج إلى تثقيف، نحتاج إلى توعية، نحتاج إلى أسلوب استخدام وثقة بالدولة بشكل أكثر. صحيح دكتور؟ نعم حبيبي. فيما يخص موضوع مرة الأخيرة كان إحنا نحتاج لنا وعي، والوعي اللي يتم بطرق إعلام، تضخيم الإعلام، وأيضا الناس اللي يطلعون موثوقين. نعم. مثل ما قلت لك سميت لك اسم اللي هو محمود داغر او غيره من الاخر، ما اتذكر يعني اسم محمود داغر الوحيد اللي يعني. نعم. باستمرار اطلع وياه على التلفزيون واشوف. نعم. يعني الرجل يعني متحمس جدا لهذا الموضوع. وايضا هو قلت لك يعني خدمت 40 سنه بالبنك المركزي ورجل صيرفي، يعني رجل اقتصاد بالمناسبه، هو رجل صيرفي، تعرف احنا فروقاتك بين الصيرفي وغير الاقتصادي اهم، كل واحد يعني في مجال عمله. احنا نحتاج الى ناس صيرفيين يعني مصرفيين، كثيرين من الاخوان اللي هم طلعوا تقاعد او مستمرين من الخدمه بعدهم عندهم مصرف الرشيد بالرافدين بالتي بي اي. نعم. الكثير من الفرق. نعم. ناس صيرفين اللي ممكن اذا تاخذهم يوميا على كل قناه، فتدري ان مشكلتنا
قنواتنا كلها مو كلها مشاهدات يعني. نعم. يعني مثلا انا اشعل كربلاء مشاهدات قد يكون بها بس اهل كربلاء. جيد. اذا ارادوا يشاهدون. شكرا لك. قنوات اخرى يعني. نعم. كل مجموعه لها علاقه بقنواتها وكل حزب سياسي او كل تيار سياسي عنده قناه فضائيه. نعم. فيفترض نغطي هذه الشبكه خلال مثلا كذا شهر نسلط عليها اللي قدام. بعدين نجي مره اخرى. ان شاء الله ان شاء الله. نقول تغيير العمله وذاك الوقت غيرنا العمله. نفس العمليه نرجع قلت لك بتسليم 10% فقط على الذي على 10% ان شاء الله. هذا واجبنا دكتور بصراحه. نعم عفوا ممكن بصراحه ممكن. هو كان موضوع حلقتي لهذا اليوم غير شيء، ولكن عندما استلمت التبليغ المباشر من هيئه الاعلام والاتصالات قدمنا هذه الحلقه واتصلنا بحضرتك وبالاستاذ ميثاق حتى نسلط الضوء اكثر ويكون دعم لهذه الخطوه. دكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي شكرا لك ولوقتك، ممنونين. شكرا جزيلا واعتذر مره لاخ على السكايب يعني حقيقة. على راسي مشاكل بعد بالانترنت الله يحفظك. شكرا لك استاذ ميثاق. بصراحه يعني احنا نتطرق الى قضيه الاعلام والقنوات. ذكر دكتور ناصر انه بعض القنوات ما تعمل بهذا الشيء او ما تدعم هذا الشيء او ما تعطيه مساحه كافيه. هل هذا الموضوع يحتاج الى تكاتف الجميع او بصراحه لماذا هذا التهاون؟ يعني ليش ما يصير عندنا تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع؟ احنا حتى يعني بصراحه نكون منصفين. نعم. مع الاعلام هو العمليه الانتقاليه بدات بدايه السنه الحاليه. نعم. بتجهيز الامور الحكوميه والبنى التحتيه وتوجيه المؤسسات الحكوميه بالتحول للنظام المصرفي الالكتروني. جي. والاتمته الالكترونيه. وبالتالي بدات الدوله بالمرحله الاخرى اللي هي اعمامها على حتى حياه المواطنين بشكل كامل. اي من دورنا كهيئه اعلام واتصالات احنا وجهنا كتاب 11/7 وجهه الدكتور علي المؤيد، الدكتور علي المؤيد المحترم الى مؤسسات الاعلام بشكل كامل. صح. بـ 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 باختلاف مسمياتها. صح. القنوات الفضائيه، المكاتب الاعلاميه، الاذاعات. صح. وجميع الوسائل الرقميه الاخرى. لان اليوم تعرف احنا اليوم الاعلام الرقمي ايضا مهم. فبالتالي تم الاعمام 11/7 واخذت به الكثير من المؤسسات. لا. فهو الان راح يبين دور الاعلام الحقيقي. الاعلام اثبت في العراق انه هو يهتم بكل الامور اللي تخص قضايا المواطن. اتطرق الى موضوع مهم تكلم عليه جناب الدكتور ناصر اللي هو موضوع الامان. احنا اليوم اذا ردنا نقارن بين الامان والسكيورتي خلينا نقول بشكل كامل بين الاموال النقديه والاموال عبر خلينا نقول البطاقات الالكترونيه والتعامل الالكتروني اليوم اكثر امان. نعم بالتأكيد الإلكتروني. لأن اليوم أنت تعرف في كل البلدان موضوع يعني أريد ناخذ إحصائيات بين الجريمة الهم الكلاسيكية وبين الجريمة الإلكترونية. نعم. راح نلقي تفاوت، وهذا أنت تقدر حضرتك تستضيف. صح. جزء من القضاء أو جزء من القيادات الشرطة. كان عندي خبير من الشرطة المجتمعية بقضية راح نشوف أنه تقدر أنت تقيمها بمجتمع العربي والمجتمع حتى الغربي. دائما الجريمة الكلاسيكية هي أكثر مستوى من الجريمة الإلكترونية. صحيح. عدنا نعم عدنا إحصائيات بالجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والتهكير موجودة في كل المجتمع. صحيح. ولكن عملية التمكين على هذا الشخص أو مسكه بطريقة أسهل. أولاً عملية إنه تقدر تسوي تحليل للمشكلة وتحدها موجود. تمكين المجتمع بها أيضاً ممكن أسهل. إحنا كهيئة إعلام واتصالات أيضاً بادرنا بورش تخصصية بديناها مع مؤسسات الدولة وأيضاً بديناها مع مؤسسة جداً مهمة اللي هي التربية ومدارس محافظة كربلاء. وسوينا ورش مهمة لعملية التمكين الرقمي وحد من الجريمة المنظمة الإلكترونية. يعني الموظفين فقط؟ الموظفين المدرس هو صانع إنسان. جيد. وأصعب الصناعات هو صناعة الإنسان. وأنا هذا سؤالي حتى أروح للسؤال. فبالتالي أنت من تمكن المدرس أو المدرسة أو الجهة التعليمية راح من خلاله يتعلم ملايين الطلبة. أحسنتم. فاحنا كيف نطبق هذا الامر للناس البسطاء برايك؟ يعني اقامه دورات، ندوات، مؤتمرات، يعني شلون تكون الاليه؟ هم معظم الناس هسه يعني احنا حكينا عن اكثر من 50 مليون مواطن. صح. في العراق يمتلك جهاز لوحي. اذا هو عنده القاعده الرئيسيه لاستخدام الجهاز اللوحي مبدئيا. بقت انه موظفي الدوله
موظفي الدولة، تعرف أنت يمكن إحصائية الأخيرة كان 5 مليون وكسور موظف دولة، هذولا كلهم يمتلكون الكيكارد أو البطاقة مالت الراتب، وبالتالي دا يتعاملون بها من سنوات ويستحصل النقابات والتقاعد والرعاية الاجتماعية فإذا المواطن أيضا بدأ يعني من سنوات دا يأخذ راتبه عن طريق البطاقة. شلون يحمي نفسه؟ ممكن ب ورش بسيطة بمؤسسات إعلامية بسيطة. إحنا انطينا الشرطة انطت الكثير من المؤسسات انطت عملية اختراق البطاقة ما ممكن إلا بجهل المواطن. يعني أسولف لك فد مثال بسيط. أحد الأخوة الموظفين تم تهكير راتبه. جيد. بعد تحليل المسألة شلون تم تهكير راتبه؟ تعرف أنت كنا إحنا اليوم أصحاب عوائل نحتاج إلى سلف، عندنا أبناء عندنا بنات فنحتاج أن نأخذ سلف. صح. فأحيانا من تنزل في صفحات رقمية فيس إنستا أي تليجرام أنه أكو سلف للموظفين، ابعث لي الرقم الكي كارد اسمك ما أدري شنو. هذه أغلبها موظف من يبعثها هو ممكن أن هذه ممكن تصير بها إعمامات بسيطة من المؤسسات أنه أنت هذه هي هويتك الشخصية ما يعرفها غيرك. ما ممكن أن تعطي هذه السيريال نمبر، ما ممكن تعطي الباسورد، ما ممكن أن تهكر. صح. يعني هذه واقع الحال. معظم اللي تهكروا هو بسبب إعطاء المعلومات من خلاله. بالتالي تقول لي مثلا سهل أن أمكنه وأعلمه هذه الأمور؟ طبعا سهل. ممكن برامج تلفزيونية، ممكن إذاعية، ممكن ملصقات، ممكن دورات تعمم على كل الموظفي الدولة وتكون ضمن حتى الدورات اللي تعرف أنت اليوم ترفيع الموظف يكون وفق دورات معينة لازم يكون مكملها. ممكن أن تكون الدورة الرقمية هاي مثل ما قلت حضرتك بكل دائرة، دائرة التربية الداخلية الدفاع والاهتمام بالجامعات والموظفين والطلبة باعتبارهم الجيل الأكثر لاستخدام التكنولوجيا. صحيح. من خلالهم أنت إذا تمكن واحد رقميا راح من خلاله تمكن أسرة. صحيح. تمام. وبالتالي الموضوع الانتقال هو أكثر أمنا من الأمور. يعني واحد حاط مبالغ ببيته ومعروف مثلا أنه هو تاجر أو كذا، راح تكون عملية اقتناصه أو استهدافه بنسبة كبيرة. بينما من يكون حسابه رقمي مكشوف معروف هذا وين ما ممكن وين يعني حتى لو تريد جهة مثلا خلينا نقول عندها الإمكانية الفنية أن تستهدفه فراح تكون جدا صعبة ومستحيلة إذا كان عنده دراية. زين، هل هذا يعني حسب معلوماتك أنه هل معناتها أنه التعامل الورقي راح ينتهي أم هناك شيء بسيط؟ شوف، بالتالي هو بكل البلدان، إحنا يعني قلت لك كنا مسافرين بكل البلدان عملية اقتناء الأموال الورقية هو موجود بس بشكل مقنن جدا. 99% هو ورق يعني الكتروني. يعني اليوم أنا مثلا إذا وزارة الكهرباء عندها POS ليش أدفع فاتورتي نقدا مثلا؟ وليش أتعب وأخذ إجازة من دوامي وأروح وألزم سرة وممكن يجي الوصل وممكن الموظف الكاشير ب 11 مسدود أمين المخزن؟ مو كل هذا إحنا بالبيت بالضريبة بمعاملات الشراء والبيع. صح. في كل دوائر الدولة ممكن ب 11 الخازن يقفل لأنه عنده نظام لازم يروح يسوي تصفية ولازم يدخل حسابه. صح. بينما أنت لو كان عندك الدائر الكهرباء المي المجاري الخدمات كلها اللي إحنا دا ندفعها. جميل. لو كانت رقمية هذه أنا في أي وقت متاحة أن أروح أحول الحساب إلى. فبالتالي كل الدول تعتمد بأكثر، حتى إذا نكون منصفين، أكثر من 75% على عملية التحويل المالي الرقمي. و 25% ممكن هذه تكون أكيد أنت ممكن تحتاجها بأمور بسيطة في حالات خاصة. حتى شراء المنازل كذا، بدل ما أنا مثلا أشتري قطعة أو أشتري سيارة وأروح أشيل مبلغ من المال. صحيح. وقد أكون عرضة للتربص. بينما شراء السيارات للتجار من الخارج أنت تعرف عملية مثلا حضرتك هسه اليوم أنت تريد تشتري فد عجلة معينة. من دولة معينة. إذا أنت تريد تشتريها راح تدفع لوسيط، الوسيط راح يحسب رقم المبلغ بالدولار هالقد وكذا، راح تخسر فد مارجن او فد جزء من المال. انت لو تشتريها عبر الويب سايت برقمك الحسابي راح تكون بيها فرق
كثير. فبالتالي توجيهات الحكومة العراقية حاليا هي توجيهات فعلا رصينة ومدروسة بتمكين الأمور الإدارية والمالية والقانونية وضرب الفساد الإداري والمالي. هاي أهم نقطة. نعم. الدقائق الأخيرة نتحدث عن يعني كل المؤسسات الإعلامية من عملكم، هل ستكون هذه الخطوة أيضا تطبق على القنوات، على الإذاعات، على الصحف؟ يعني مثل ما ذكرت لي حضرتك بالكواليس انه قضيه تسجيل القناه او تسجيل التردد، هذه الامور ايضا ستتعامل بهذه يعني الطريقه. ابسط مثال استاذ احمد، احنا اليوم تعرف هيئه الاعلام والاتصالات هي الجهه الرسميه والحصريه المانحه لرخص المؤسسات الاعلاميه في جمهوريه العراق، وبالتالي وفق معادلات لاحتساب الطيف الترددي ترتب أمور مالية على هذه المؤسسات باختلاف نوعها، وتدفع هذه الأموال إلى هيئة الإعلام والاتصالات. احنا اجانا اعمام من الدكتور ومن هيئتنا الموقره باستلام مثلا الجهات اللي هي مثلا عندها اجور بالدولار، لان عندنا مؤسسات اجنبيه بدينا نستلمها بالدينار العراقي وبسعر الصرف البنك المركزي العراقي اللي هو 1320، وبالتالي ما راح المؤسسه مثلا اذا تدفع بالدولار راح تدفع بسعر الدولار التجاري وما يقدر يشتري. هذا واحد. اثنين، ايضا احنا تم اعمام استخدام تقنية أو تكنولوجيا البي او اس، قلنا البوينت اوف سيل اللي هي الجهاز هذا، بحيث نستلم الأموال عن طريق الحساب الإلكتروني. ليش؟ اليوم أنت مؤسسة إعلامية، بدل ما تأخذ الفلوس وتروح تسلمها على حسابنا بالتي بي آي أو تجي تجيبها نقدا وكذا، أنت راح تجي بكل بساطة وبكل انسيابية وعدم تأخير وبقاعدة أداء ممتازة. لأن اليوم أنا كمؤسسة من يكون عندي هذا النظام مستوى الأداء يرتفع جدا، صحيح. بالتالي ما راح يكون، راح يكون عندي تطابق مالي ممتاز. ما يقبل إيرور. أحسنتم أحسنتم. الأستاذ المهندس ميثاق طالب، مدير هيئة الإعلام والاتصال في كربلاء، شكرا لك ولحضورك ولهذه المعلومات القيمة وشرفتنا. شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادركم المتميز. شكرا لك. أشكر حضرتك. موفقين إن شاء الله. جميل. وأيضا الشكر موصول دكتور ناصر الكنان الخبير الاقتصادي كان معنا عبر الاتصال الهاتفي، والشكر لكم سادة المشاهدين. إذا الموضوع يحتاج إلى أسأل أكثر، دقة أكثر، انتبه كيف تتعامل مع هذه الخطوة، الخطوة جبارة وكبيرة من الحكومة العراقية، وإن شاء الله تكون تنمية اقتصادية للبلد بشكل أفضل لرفع مستوى الدينار العراقي والسيطرة على الدولار. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج تصحيح يوم الله.